مساء الخير حبايب قلبي، شو اخباركم؟ ايش تغدلكم اليوم؟ غدانا كان دولمة، وبعد الغداء بالليل طلعنا انا وزوجي اشترى ملابس، وبعد ما اشترى ملابس طبعا هذا المجمع اللي فتنا له كلش اسعاره حلوه ومناسبه، وبعد ما خلصنا اكيد رحنا للعشاء. طبعا اكيد رحنا للعشاء اللي هو الايس كريم. هذا كل مره كل يوم هم يعني كلش يعني هو طيب، بس ما حبيت يعني عندي محل اكثر افضله، بس هالمره من اكلت مالتهم يعني كان طعمها في الشيء كلش طيب، حتى الشكل كان حلو. هسه راح تشوفونها ان شاء الله تعجبكم، واذا حبيتوا انزل لكم اسم المحل ان شاء الله تجربونها. تابعوني على الفيس، اكثر متابعين على الفيس، احبكم هواي. ان شاء الله لا تنسوا اللايك والاشتراك. طلبت ايس كريم ثاني بس بدون حليب، لان انا ما طلبت حليب، طلبت كاكاو بس مخلي حليب بالقضاء، بس طبعا كلش طيب. وهنا اشتهيت شرك ثاني يوم، وامي حطيت جابت لي. وهنا مثل ما تشوفون اللبن والتمر، طبعا هالايام دايشها ما اعرف شنو مشكلتي. وهنا انا اكلنا ايس كريم، وهنا سوينا الشامية انا واخواتي، وطيتهم نصيحتي، رادوا نصيحتي بالشامية، فالمهم خربت ما اعرف شنو السبب. ما تشتركون بالقناة.